السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة هنذاكر ونفهم. النهاردة يا ولاد إن شاء الله هناخد آخر كونسبت معانا في الترم ده، وهو كونسبت 3 في الماتر. ما تنسوش تراجعوا أسئلة الهومورك. وعايزة أحيي زمايلنا، برافو عليكم يا ولاد. همسة هيثم جابر، برافو عليك يا همسة. أنس مصطفى، عمر محمد علي، أحمد حاتم، هيفن ممدوح، أسامة حنفي، عبد الرحمن، حمزة علي. ما تنسوش يا ولاد كل فيديو تحلوا الهومورك تكتبوا لي أساميكم في الكومنتس. النهارده يا ولاد هنتكلم عن ذا ماس اوف ماتر. طبعا يا ولاد احنا عارفين قبل كده واتكلمنا عن الماس اوف ذا ماتر، وقلنا انها كان بي ميجرد باي بالانس اور سكيل. بنقدر يا ولاد نقيسها او نعمل لها ميجرنج باي بالانس اور سكيل. طيب النهارده بقى يا ولاد بنقول ان ذا ماس اوف ماتر doesn't change. الماس يا ولاد اوف ذا ماتر ما بتتغيرش، كل ماتر ليه ماس معينه، والماس دي يا ولاد doesn't change when it is heated or cold or mixed. يعني انا يا ولاد الماتر اللي عندي لو عملت لها هيتنج او كولينج او ميكسينج، الماس بتاعتها هتفضل ثابته زي ما هي ومش هتتغير. فور اكزامبل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده يا ولاد الايس كيوبس او التلج اللي قدامنا، حصل لها ايه؟ هي كانت سوليد تحولت لليكويد، يعني الستيت بتاعتها اتغيرت. اتغيرت ليه يا ولاد؟ حصل لها هيتنج او اتعرضت لهاي تمبريتشر. طيب هل الماس بتاع الايس كيوبس مختلف عن الماس بتاع الليكويد عن الووتر؟ لا يا ولاد مش هيتغير. محدش يفتكر ان الماس بتاع التلج هيبقى اكتر من الووتر، لا هما الاثنين نفس الماس. لو جينا شفنا الماس بتاع الايس كيوبس قبل ما تتحول لليكويد هنلاقيها نفس الماس بتاع الووتر. يبقى هنا جاست بس يا ولاد ان الايس كيوبس حصل لها تشينج فروم سوليد ستيت تو ليكويد ستيت. يبقى when ice cubes is heated and changed to water the mass doesn't change، مش هيتغير. مش بس كده يا ولاد، ده كمان لما هنعمل mixing للماتر، the mass of any fruits before mixing with other fruits is the same mass after mixing with other fruits. يعني لو انا جيت شفت الماس بتاع الستروبري والماس بتاع المانجو هيبقى هو هو الماس يا ولاد، حتى لو انا حطيتهم في الفروت سالاد او انا حطيتهم في الميكس ده. يعني جيت شفت يا ولاد الطبق، انا كنت الطبق ده حاطه فيه 1 كيلو جرام ستروبري، 1 كيلو جرام مانجو، 1 كيلو جرام بنانا. هشوف بعد كده الطبق ده يا ولاد هلاقيه 3 كيلو جرام، هلاقي الماس بتاع كل فروت فيهم نفس الماس بعد ما عملت لهم ميكس. تمام يا ولاد؟ عشان كده يا ولاد هنا بيقول لي it changes of matter، يعني من matter يا ولاد بيحصل لها changing in states. matter can be changed from one state to another without any change in its amount. يعني الماتر يا ولاد ما بيحصل لها تشينج من سوليد لليكويد، اي او من ليكويد لسوليد، اي تشينجينج في الستيتس يا ولاد بلاقي الماتر ذا سيم اماونت، بلاقي الماتر يا ولاد نفس كميتها زي ما هي مش هتتغير. يبقى so there is no change in the total number of particles of the matter during the change of the state of matter. يبقى دام يا ولاد الماتر عندها ذا سيم ماس او ذا سيم اماونت، يبقى طبعا يا ولاد ذا توتال نمبر اوف بارتيكلز اوف ذا ماتر هتفضل يا ولاد كونستانت او ثابته او مش هتتغير. لان طبعا يا ولاد احنا عارفين ان كل ماتر بتتكون من ايه؟ بتتكون من بارتيكلز. قلنا الكلام ده المره اللي فاتت وهنقوله تاني كمان يا ولاد في الكونسبت ده. يبقى الماتر ما هتتحول من ستيت لانذر ستيت، من سوليد ليكويد جاز، اي ستيت هيتغير في الماتر هتفضل يا ولاد الاماونت بتاعتها زي ما هي. وكمان the total number of particles doesn't change، هيفضل يا ولاد the total number of particles اللي هي طبعا the building unit of a matter اللي مكونة لي الماتر اللي عندي برضه هتفضل ثابتة ومش هتتغير. تمام يا ولاد؟ طيب دلوقتي انتوا شايفين قدامكم مين؟ اللي قدامنا ده يا ولاد طبعا الفيلم ده كلكم عارفينه، واللي قدامنا ده اسمه أولاف، وأولاف ده كان مصنوع من الأيس، كان عبارة عن أيس بس. طيب اولاف ده لما اتعرض لهاي تمبريتشر، اما زادت درجه الحراره شويه او المكان بقى هوت شويه، ابتدى يحصل له ايه؟ اه يا ميس ده احنا بنقول ابتدى يسيح، ابتدى بقى يحصل له ميلتنج. اسمها ايه يا ولاد اللي بتحصل لاولاف دلوقتي لما اتعرض لهاي تمبريتشر؟ حصل له ميلتنج. وات از ميلتنج؟ It is a process in which a matter is changed from solid to liquid. اولاف الاول كان سوليد وابتدى يتحول لايه يا ولاد؟ لليكويد ستيت. في أي وقت ولا لازم يحصل إيه؟ when its temperature increases by heating، زي الأيس دلوقتي دي أول ما تعرضت يا ولاد لهاي temperature أو حصل لها heating ابتدت الأيس تتحول من solid لليكويد. تمام يا ولاد؟ يبقى دي كده إيه؟ melting. خدوا بالكم من أسئلة scientific term. for example يا ولاد when you forget a bowl contains ice cubes in a hot place، نسيت يا ولاد طبق في تلج وسبته بره الفريزر طبعا، هبتدي الاقي ايه اللي حصل، هيحصل له ميلتنج.
الايس يا ولاد تشينج فروم سوليد تو ليكويد. نفس الكلام في الجلاس اللي قدامي، فيها ايس اتحول لليكويد. فعشان كده يا ولاد السوليد ماتر شود بي كيبت بلو سيرتن تمبريتشر تو ستي ان سوليد ستيت. لازم السوليد يا ولاد او الايس اللي قدامي ده علشان يفضل سوليد زي ما هو او تو ستي ان سوليد ستيت، لازم احطه بلو سيرتن تمبريتشر زي التمبريتشر بتاعه الفريزر، بيبقى محطوط في درجه حراره زي بتاعه الفريزر دي علشان يفضل يا ولاد ان سوليد ستيت. دلوقتي يا ولاد احنا اتكلمنا عن mass of the matter، ان ال mass of the matter doesn't change، واتكلمنا يعني ايه melting. طيب هنتكلم دلوقتي يا ولاد عن حاجة اسمها thermal energy، طبعا احنا خدناها قبل كده في grade 4. ايه هي thermal energy دي؟ دي عبارة عن heat energy او an energy in the form of heat. خدنا الكلام ده قبل كده، ان thermal energy يا ولاد ال energy اللي بتبقى in the form of heat، زي ال energy اللي بتطلع لي من الجاز oven او ال energy from fire أو energy from the sun. But we use thermal energy every day in many things such as cooking food and warming houses. طبعا عندي electric heater في البيت أو الدفاية، دي برضو بتطلع لي thermal energy. The thermal energy from the sun keeps living things on the earth alive. طبعا الصن كمان بتطلع لي thermal energy مهمة يا ولاد لل living organisms. طيب يبقى احنا مبدئيا يا ولاد عارفين يعني ايه thermal energy أو heat energy. طب ايه علاقة بقى يا ميس thermal energy بال matter أو بالparticles of the matter؟ ده اللي هنقوله دلوقتي يا ولاد. thermal energy and particles. طبعا يا ولاد احنا قبل كده اتكلمنا عن الparticles، وقلنا يا ولاد ان كل particles بتكون in motion، أو كل الparticles بتاعت الماتر يا ولاد بتتحرك. يبقى any matter is made up of very small particles. كل الماتر يا ولاد، ادي دي كده matter، بتتكون من ايه؟ من small particles اللي قدامي دي. تمام؟ والparticles in a matter، particles in matter are always in motion state. كل ال particles in motion state في حركة. Even in solids، حتى يا ولاد في solids، that their particles are close together. يعني اللي قدامي ده يا ولاد solid. عرفت منين يا ميس؟ عرفت يا ولاد عشان كل ال particles close together، يعني كلهم يا ولاد مقربين من بعض جدا. طيب هل solid in motion زي ما انتوا شايفين؟ هو in motion طبعا يا ولاد، يعني بيتحرك بس حركة بسيطة جدا، بقول عليها vibration in its place، يعني بيعمل بس just vibration في مكانه. بس احنا متفقين ان all particles in motion، solid liquid gas، كل ال states يا ولاد motion او بتتحرك، او ال particle او كل ال states ال particles بتاعتها بتتحرك. طيب اي حاجة ليها motion يا ولاد معنى كده انها عندها طبعا energy. يبقى particles in matter have energy that make them able to move, vibrate, and spin around. يعني أدام يا ولاد السوليد والليكود والجاز البارتيكلز بتاعتهم in motion، معنى كده إن هم أصلا أكيد عندهم energy، هي دي اللي بتخليهم يعملوا moving و vibration، بتخليهم يتحركوا أو يعملوا vibration زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي. تمام؟ طيب إيه علاقة بقى يا ميس البارتيكلز بالثيرمال energy زي ما قلتلنا؟ إيه الريليشن ما بينهم؟ اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي يا ولاد قدامكم ده كده water أو liquid state of matter. تمام؟ أنا دلوقتي بديها إيه؟ أنا مشغلة عليها البوتاجاز، يعني معنى كده بديها thermal energy. When particles of a matter absorb more thermal energy، إيه اللي هيحصل للماتر لما هتاخد أو تعمل absorb أو هتعمل absorb thermal energy؟ They move, vibrate and spin around faster that causes this matter becomes warmer. الفايبريشن يا ولاد بتاع البارتيكلز بتاعتها سرعتها هتزيد جدا. كل لما الماتر هتاخد ثيرمال انرجي، البارتيكلز يا ولاد اللي في الماتر دي هتبتدي تتحرك بسرعه. هي حاجه كده انا سخنتها او اديتها ثيرمال، اديتها انرجي عاليه، فادام الانرجي بتاعتها عاليه يا ولاد يبقى معنى كده انها هتتحرك اسرع. يبقى زي موفينج فايبريتنج فاستر، هتتحرك طبعا بسرعه. انت حتى وانت بتاكل، اما بتيجي تاكل وبتاخد انرجي من الفود بتاعك، مش بتقدر بعد كده تلعب التمارين بتاعتك وتبتدي تتحرك بسرعه وتعرف تجري؟ نفس الكلام، يعني الانرجي بتاعتك اما زادت انت بقى عندك موشن اعلى. نفس الكلام هنا يا اولاد، اما اديت الماتر اللي عندي او اني ماتر هديها ثيرمال انرجي، البارتيكلز بتاعتها يا اولاد موفينج فاستر، ابتدت تتحرك بسرعه لان الانرجي عندها زادت. تعالوا ناخد اكزامبل، تعالوا ناخد example مع بعض. When particles are warmed، ادي يا ولاد ال state of matter اللي قدامي، ال particles دلوقتي هعمل لها ايه؟ warming. يعني ايه warming؟ يعني هديها more thermal energy. ايه اللي حصل يا ولاد قدامنا؟
they move faster and spread out. بصوا يا ولاد، بصوا الأول كان بيحصل لها just vibration قليل جدا، بصوا لما اديتها thermal energy أو عملت لها warming، خدوا بالكم من warming، warming معناها اديتها more thermal energy، warming معناها اديتها more thermal energy. حصل ايه يا ولاد؟ they move faster، لقيت ال particles ابتدت تتحرك أسرع. وده طبعا يا ولاد احنا عارفينه من الكونسبت اللي فات، ان المنظر اللي قدامي ده كده معنى كده ان الستيتس هتتغير. يعني لو كانت هي سوليد بتتحول لايه اما يبتدي البارتيكلز بتاعتها بتتحرك اسرع؟ هتتحول لليكويد. تمام، طب تعالوا نشوف العكس. when particles are cooled down، عندي ماتر بقى يا ولاد اهي moving faster، والبارتيكلز بقى هنا مش هديها more thermal energy، مش هزود التمبريتشر بتاعتها، لا ده هنا يا ولاد انا بقلل الثيرمال انرجي او بقلل التمبريتشر بتاعتها او بعمل لها كولينج. هنا بقى العكس، طب هنا بعمل لها كولينج، هتتحرك اسرع ولا ابطا؟ برافو عليكم. particles move slower، حركتها يا ولاد هتقل لان انا قللت الثيرمال انرجي بتاعتها وعملت لها كولينج. يبقى particles move slower and come close together، وابتدوا يا ولاد يقربوا من بعض لان الانرجي بتاعتهم قلت، فبالتالي الموشن بتاعهم هيقل. تمام، طبعا لو دي ليكويد يبقى كده انا برجعها تاني سوليد ستيت. تمام يا ولاد، يبقى each matter has thermal energy، when the thermal energy changes it affects the state of the matter. ده اللي احنا قلناه، ادام غيرت الانرجي يبقى الموشن اوف بارتيكلز change، وأدام الموشن والإنرجي change يبقى الماتر يا ولاد بتتحول من state to another state، ممكن تبقى solid تديني liquid أو من liquid لسوليد. يبقى where the matter can be changed from one state to another by gaining taking energy or releasing losing energy، لا إما بتاخد thermal energy لا إما بتفقد thermal energy. بيقول لي كمان يا ولاد ان اللايت انرجي از لايك ثيرمال انرجي، مش بس الثيرمال انرجي اللي بتاثر على الماتر، ده كمان يا ولاد اللايت انرجي. when particles of a matter absorb them particles move vibrate and spin fast. وكده يا ولاد هنكون خلصنا ليسون 1، ما تنسوش تحلوا الهوم ورك تكتبوا لي اساميكم في الكومنت. المره الجايه هناخد ليسون 2 ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.